النهاردة عايزكوا تنسوا كل اللي اتعلمتوه قبلي، لأنكوا خلاص بقيتوا رجالة حكيم. أنا بحب رجالتي قوي، بحبهم وبقدرهم. ليه؟ برافو برافو. بحبهم لأنهم ما بيسألوش، بينفذوا كأن أنا اللي بنفذ، وفي المقابل بيكسبوا زي ما بكسب. وبيتبسطوا زي ما أنا بتبسط بالظبط. كده انتوا معاكوا خرائط بالاماكن اللي هتقفوا وتعملوا كمان فيها، اماكن متطرفه وبره البلد، كل ساعتين كل ثلاثه هتعدي عربيه او اتوبيس. عارفين بقى انا اهم حاجه عندي ايه؟ الصوره. اهم حاجه عندي الصورة. تتصوروا انتوا واقفين في الكمين كأنكوا كمان شرطة، بتوقفوا العربية، بتفتشوها، بتاخدوا بطاقات اللي راكبين. عايز كل الأهالي يعرفوا ان احنا سيطرنا على عريش والشيخ زويد وبقينا نقفل الطرق.